الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه الذي كون الحوزة العلمية في قم، هذا الرجل إلى قضايا متعددة. من جملة قضاياه أنه مدة كان في كربلاء المقدسة، كان يعيش هناك، وكان في ذلك الوقت يدرس كتاب اللمعة الدمشقية. يقول في يوم من الأيام حضر عندي شاب ما أعرفه، كان يحضر في بحث اللمعة. يقول بعد مدة من الزمن اختصر القضية. في يوم من الأيام دعوته إلى بيتي، قلت أنه اليوم تعال للبيت ظهر غدا، وقبل قال من خالف. يقول أنا جيت للبيت قبل الظهر، قلت لزوجتي أنه شنو عندنا في البيت. الزوجة قالت ما عندنا أي شيء، ما عندنا كل شيء ما عندنا، يعني الشيء اللي يمكن أن يقدم إلى الضيف ما عندنا. الشيخ عبد الكريم الحائري يقول أنا كانت عندي أمانة، واحد مطيني أمانة بمبلغ 25 قران، مبلغ كلش متواضع، مو أمانة عادية، أمانة قال لي إذا احتجت أي خالف تصرف في هاي الأمانة. وأنا فكرت الآن بعد احتياج أكو فلأذهب وأتصرف في هذه الأمانة، هو أذن لي في ذلك المالك. ويقول أخذت هذا المبلغ ورحت إلى السوق واشتريت به طعاما، جبت الظهر فرشنا السفرة، فأخذ هذا الشاب ينظر إلى هذا الطعام ولا يمد يده. قلت له ليش ما تمد يدك، ليش ما تأكل، تفضل. قال لا ما أكل. قلت ليش ما تأكل، قال كيف أكل من طعام اشتري بأموال الناس، أنا ما أكل من هذا الطعام. شنو أكل في هذا الطعام نشوف نحن. أولياء الله يشوفون شنو معنى هذا الطعام، كما أن الرجل العادي لا يفهم في هذا لحم البقر شنو أكل، ولكن الطبيب يفهم ما هو الداء القاتل اللي موجود في لحم البقر مثلا، هو الذي يفهم. قلت له صاحبه أذن لي في ذلك، قال إذا كنت محتاج ما يخالف. قال لي يا شيخ ومن الذي يضمن لك أنك تعيش إلى أن تعيد هذه الأمانة إلى صاحبها، أنت أخذت هذه الأمانة، من قال لك أنت تعيش إلى أن تتمكن أن تعيد هذه الأمانة يعني بدلها إلى مالكها اللي يتمنك، من قال لك تعيش. الشيخ يقول كانت أكو بقايا خبز من البارحة عندنا وبقايا لبن، يقول اقتصر على أكل تلك البقايا من الخبز واللبن ولم يمد يده إلى ذلك الطعام. الشيخ الحائري ينقل هذه القصة. تلميذه الملا علي يقول عندما نقل لي الشيخ هذه القصة قلت له إن هذا مبعوث من قبل صاحب الزمان إليك، لأنه يعلم في يوم من الأيام راية التشيع تكون بيدك أيها الشيخ، في يوم من الأيام تصبح المرجع الأعلى في زمانك، في يوم من الأيام تكون المدافع عن التشيع وعن مذهب أهل البيت. الإمام يريد يقول لك يا شيخ كن مراقبا لحالك.